أستاذ محمود، خليني أبدأ بالمؤتمر اللي حدث بالأمس. الطبيعي أنه كان يطلع السيد وزير الشباب والرياضة أو رئيس اللجنة الأولمبية أو رئيس اتحاد الكورة، ولكن مغزى أن يبقى موجود وزير الإعلام مع وزير الشباب والرياضة مع رئيس اللجنة الأولمبية مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أو رئيس اللجنة الخماسية مع عدد من السادة الأفاضل رؤساء الاتحادات في هذا المؤتمر. دلالة ده شايفها ازاي استاذ محمود؟ والعنوان الاولاني اللي هو التاني انه طبقا لرؤية القيادة السياسية وبناء على قرار مجلس الوزراء. وجود الاستاذ اسامه هيكل وزير الاعلام ده اشاره واضحه للدوله، يعني نعم. لانك انت لو لاحظت كل الفتره اللي سابقه كل المؤتمرات اللي اتعملت كان بيبقى هو حاضر، يعني دي مرحله جديده بانه وزاره الاعلام تتولى تدريجيا لاعداد لمثل هذه المؤتمرات والترتيب ليها بشكل او اخر لتحقيق الهدف وايصال الرؤيه والمطلوب في المرحله المقبله. نعم. هو طبعا اللي حصل في المؤتمر، يعني كان كل الناس طول الفتره اللي فاتت شايفين في حاله جدل، في نشاط هيرجع مفيش نشاط هيرجع، هنلتزم باللي بتقوله الدوله والتعليمات. لما صدر القرار تبينت هنا المساله، هل هو الهدف ان احنا نرجع النشاط وبعد كده يبقى في كلام وحوار، ولا الهدف انه النقطه الاساسيه احنا اختصرنا عوده النشاط في الدوري كره القدم فقط؟ يعني ايه نسينا دوري اليد ودوري الفولي والسله وباقي الالعاب؟ الوزير كان واضح جدا في كل النقاط. يعني ايه عاوز اقول لك ايه؟ يعني لازم كمان هل نفس الاهتمام ونفس دو، مع انه كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى، لكن طب الالعاب الاخرى والنجوم الاخرين اللي هم بنعتمد عليهم ان هم يعني دول التقل بتاعنا في الرياضه اللي هو الاعداد لطوكيو واليد والوصول بمنتخب كبير افريقيا وعملنا انجاز ملوش حل، الفولي ولعبه برضه محتاجه نهضه وفيها شغل واعداد لوائح. فانا عايز اقول ايه؟ احنا مستمرين في حاله انه المساله من وجهه نظري يا كابتن اصبحت صراع مصالح. صراع المصالح هو اللي بيفرض نفسه على كره القدم واتحاد الكوره. ما فيش هنا مساله القانون، القانون غائب. القانون غايب بامانه شديده وبيحتاج وقفه، انه لابد من القانون يطبق على الكل. نعم. الدوله قالت كلمتها واضحه وصريحه. نعم. عوده النشاط وهي من هي من تتحمل المسؤوليه وهي مش محتاجه حد يقول لها لا هيحصل ومش هيحصل. احنا الاول نرتب ونرجع الاول نفتح الانديه وبعد كده تبدا التدريبات. دي انا وجهه نظري دي اخطر مرحله. نعم. لانه يعني الحاله اللي بيعيش فيها الجميع، اولا البعد النفسي الناس مش واخده بالها منه برضه، يعني انت ايه لما تكسر الحاجز نفسه تنزل نزول الناس التمرين في عدد، ده خطوه مهمه جدا انك انت خلاص تجاوزت المرحله دي. بعد كده تدريجيا انت هتشوف المتابعه. طيب الدوله اعلنت، ويمكن كلام النهارده الاستاذ عمرو الجنايني والكلام ده، انه اتحاد الكوره هيقدم الدعم. نعم. اذا كان في القرار في بعض الملاحظات ممكن توجه للدكتور اشرف صبحي بصفته المسؤول عن الرياضه وتقول له هيتم دعم الانديه القسم الاول والثاني والثالث والرابع ازاي في ظل الظروف دي، هتعمل ايه؟ يعني لازم ايه اتحاد هنا سؤالي، يعني اللي انا عارفه انه الفيفا بيدي دعم وده اعلن، الفيفا والكاف دعم. يعني ليه ما استعجلناش هذا الدعم انه يبقى موجود؟ وده هيفك كتير جدا من الازمه، لانه كل الانديه زي ما حضرتك قلت بدءا من انديه الدوري الممتاز النهارده الاستاذ ماجد سامي بيتكلم انه هخسر كتير وما عنديش و وهم وعدوا بالدعم. يعني هل بنسعى ان احنا ناخد الدعم من الفيفا؟ هل جه دعم من الفيفا؟ هل هيجي لنا دعم من الفيفا او الكاف؟ في كلام اتقال لم تعلن اللجنه الخماسيه مثلا، زي ما في كلام اللي يعني اتنشر بتقال انه في 8 مليون او 9 مليون دولار اتبعتت او 10 مليون، مع انه ده رقم يعني انا شايف انه مبالغ فيه، يعني رقم يعني كلام اتقال. لكن ايه المفروض اتحاد الكوره لو وصلوا حاجه زي كده المفروض يعلن رسميا؟ اكيد ما جاش، لانه لو جه الاتحاد انا تسلمت دعم كذا، زي الاتحاد الافريقي قال ان انا هدعم، زي ما اللجنه الاولمبيه الدوليه قالت ان انا هدعم ايضا اللجان الاولمبيه المحليه على مستوى العالم.